مو هذيك الأم أنت سبب، قل أنت سبب، أنت سبب علتي قبض قلّة كله من أنت السبب. إحنا عندنا مجموعة اسمها كوميدي كافيه. مجموعة كوميدي كافيه إحنا نقدم عروض مسرح وألعاب ارتجالية بشكل موسمي. اللطيف أن إحنا قدمنا آخر عرض يعني مسرحي قبل ما يجي موضوع الكورونا، يعني إحنا قدمنا العرض هذا الخميس، الخميس اللي بعده هيئة الترفيه أعلنت خلاص ما حد راح يقدم أي عرض ترفيهي، رغم أن إحنا كنا طالبين تمديد بحكم أن الحضور كان جدا متميز. توقف الموضوع، جت الفترة هذه اللي قدمنا فيها المسرحية هذه بعد ما جتني موافقة أني أطلع إلى أولادي في الرياض، وطلعت الرياض فظليت أنا بالرياض، زملائي بعضهم في القطيف بعضهم في الدمام، أحد زملائنا في الولايات المتحدة الأمريكية، فإحنا مشتتين. جت الفكرة ليش ما نقدم عرض أونلاين، لكن إحنا قلنا لا، إحنا عملنا بروفات، عملنا تدريبات، عملنا فكرة جاهزة، خلينا نجرب في يوم 16 رمضان نقدم عرض لايف. تفاجأنا أن العرض اللايف هذا وصل عدد المشاهدين فيه كمسرح، يعني إحنا في المسرح يحضر لنا 300-400، قدمنا عرض حضر فيه 2000 شخص. تحفزنا قلنا لا راح نعيد الفكرة، وفعلا أعدناها في عيد الفطر. اللهم لك الحمد 3 أيام حضور مميز، الناس انبسطت، طالبنا أن إحنا نمدد العرض. تعرف أنت تشتغل في الأخير بشكل تطوعي، وأن أنت قاعد تجيب الشباب وتجمعهم وبروفات، ويوميا سبحان الله المجهود اللي كنا نقدمه في العرض كأنه مجهود المسرحية الحقيقية فعلا، يعني إحنا بعد نهاية كل عرض يوميا نتعب، يعني قعدنا نطور في الموضوع من ناحية الإضاءات، من ناحية الكروما، من ناحية استخدام خلفيات، من يعني أمور مرة كثيرة. تطور العرض وصل إلى مرحلة من النضج اللي نشوفها أن هي جيدة، وأعتقد أن إحنا فخورين بهذا الشيء لعدة أسباب. أن إحنا أول شباب سعودي، ونعتقد أن أيضا على مستوى العالم العربي، أن إحنا نقدم عرض مسرحي ارتجالي تفاعلي عن بعد. في العيد طورنا الموضوع أكثر وأكثر، صار يدخل إيانا جمهور من بيوتهم لايف في اللعبة أو في العرض المسرحي، فكان شيء جميل. يعني إحنا أعتقد راضيين كل الرضا عن هذا الشيء اللي تقدم. المشاهد تعتمد على تغيير اللهجات، تغيير اللوكيشنات اللي قاعدة تقام فيها، وتغيير الثيمة، فهذه الأمور كيف كنا ناخذها عن طريق اللايف شاتينج. فلما دخلنا، لما نقترح نطلب من الجمهور أعطونا اقتراحاتكم، لما تلقى 30-40 اقتراح على طول جاك، كنت تعرف أن الجمهور هذا متصل معك ومتفاعل معك بجميع العرض، يعني قاعد يعطيك اقتراحات، قاعد يضحك. فيعني يمكن أغلب الشباب، إحنا البرنامج عبارة عن ممثلين ومقدم، في بعض العروض أنا كنت مقدم، بعض العروض كنت ممثل، فكنت أستمتع بقراءة الكومنتات. الشباب بعد العرض يجي يشوف العرض ويبدأ ويقرأ الكومنتات، استمتعوا أكثر وأكثر. طبعاً لا بديل عن المسرح إلا خشبة المسرح، صحيح هذا بديل مؤقت، ولا أعتقد أنه راح يكون بديل دائم بلا شك، لكن كان ممتع. يقولوا عبد السلام السلام.